stand squarely behind my decision. Ending our military mission was not easy. We were faced with a serious dilemma. Either leave and risk seeing the Taliban regain control, or stay and risk renewed attacks and an open-ended combat mission. Das ist eine überaus bittere Entwicklung. Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich ganz besonders für die Menschen in Afghanistan, diesem Land, das in seiner Geschichte immer wieder so geschunden ist und wurde. انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان وقد دخلت البلاد في حالة من الفوضى العارمة. الكثير ممن عمل مع قوات الناتو هرع إلى المطار محاولا التعلق بطوق النجاة. في الأيام الأولى من سقوط كابول بقبضة طالبان تجولنا في أحياء العاصمة لنصور الحياة هناك مباشرة بعد انسحاب قوات الناتو. حالة من الترقب والخوف تسيطر على الأجواء، فلا أحد يعرف ماذا تخبئ الأيام المقبلة لهذا البلد. العمل بالنسبة للصحفيين بات يشكل خطراً كبيراً هنا، فطالبان اعتقلت العديد من الصحفيين الذين لم يتمكنوا بعد من مغادرة البلاد، لذلك نلتقط هذه الصور من دون إظهار وجوه الصحفيين. هذا رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع. توجهنا إلى بناء المقر الرئاسي حيث كان يقيم الرئيس. هنا يمنع التصوير أو التوقف أمام المبنى حتى، ولذلك كنا نصور من داخل السيارة. هنا لواء إمارة الإسلامية رئاسة الجمهورية هنا، وهنا ممنوع الصور. في الماضي كان الحرس من الجيش الوطني هنا، وعلى المبنى كانت ترفع رايات الدولة الأفغانية. اليوم أصبح مقراً لأحد ألوية طالبان التي رفعت عليه رايتها. هذا كانت وزارة الداخلية. ذهبنا إلى مقر وزارة الداخلية، فلا وجود لأي عنصر من الشرطة أو الجيش الوطني الأفغاني. داخل الوزارة تتوقف سيارات الشرطة التي خلفها أفرادها قبل أن يهربوا. رجال طالبان يتجولون في الداخل. حاولنا أن نعرف مصير أفراد الشرطة الذين كانوا يعملون هنا. شاهدنا رجال طالبان يستقلون سيارات الشرطة ويخرجون من الوزارة على شكل دوريات. انتظرنا حتى ساعة متأخرة من اليوم أمام الوزارة حتى حصلنا من شخص على رقم ضابطة كانت تعمل هنا. نريد أن نعرف كيف انهار جهاز الأمن والجيش بيوم واحد. توجهنا إلى مكان اختباء الضابطة ساجدة كوستاني، وتجر الإشارة هنا إلى أنه لم يسمح لنا بتصوير المكان من الخارج. ما پیش ما وظیفه داشتم در وزارت امور داخله، از وظیفه ما بود می رفتیم، وظیفه داشتم، خودم نانوار خانه بودم. فی از وقتی که همین طالبا آمدن، اگه فعلا بی سرنوشت در خانه هستیم ببینیم چی میشه. کدام مهمات پیش شما بود؟ پیش ما تفنگچه بود، شانزه بود، کلاشینکوف، چیزا پیش ما بود. اردوی ملی یا پلیس ملی در کجا پوت شده؟ بد نشدن، فقط اون وقتی که خبر شدن کی رقم یک گپ میشه، اما هر کس خود تانست که به خانه خود برسانم و دریشی نظامی را تبدیل کنند و وظیفه خود وظیفه را ایلا کنند به خانه خود برسانند. چرا همراه طالبان جنگ نکرد؟ خب چون برشان گفته شده بود که جنگ نکنیم. کدام امر هیچ نشده بود؟ نه، هیچ امر نشده بود. چی احساس میکردید اون وقت؟ یک احساس وحشتناک داشتیم، تا من میترسیدم که جنگ نشه، کدام گپ نشه. ما خوشبختانه که چیز گپ نشد. خب بازم یک راست یک ترس داشتیم، چون نظامی بودیم. و از چند وقت پیش قبل که
چیز گپن بود که دات اطراف مردم پلیس پایین میکردم میکشت به خاطر ما راست داشتیم که شاید همین جامعه مت یک گپ شوه اما خوشبختانه که اینجا چیز گپ نشد پلیس و ضابطای دیگرها اسلحه با خود چیز کرد ترکت و اگر نیست که اسلحه با خود بردن بردن یا ترکت ماند او یا بدل خود اگر یعنی با از بالا امر شده بود نه از بالا باشون گفته نشده در کسی که تانست پیش که بود منطقه چیزش کشیده تانست اما دیپوهای هایشون همونجا ماندن تسلیم نتانستن که یا ببرن که خود همونجا ایلا کردن فقط تونستن که خود را بکشن بس تو آل ترس داری؟ آه چطور ترس داری؟ ما میاد خودم از فامیلم 11 نفر نفقه 11 نفر فامیل سر خودم هست ترس دارم یاد خانه کرایی است مشکلات زیاد است از خانه برآمده نمیتونیم که ما برایم یک جای دیگه وظیفه کنیم که نفقه فامیل خود چون که پلیس هستیم خود ما میترسیم که کدام گپ نشده بیرون ده فامیل ده کس دیگه زیاد ترس داریم ترس را زیاد داریم نشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لأسلحة اعتبرتها طالبان غنائم حرب في هذه الصور يظهر ما يبدو أنه مستودع للأسلحة يوجد أيضا الكثير من العربات العسكرية في الأماكن التي تركها الجيش الأفغاني والناتو لقد تبرع الناتو بأكثر من 70 مليون دولار من أجل المعدات العسكرية للجيش الأفغاني لكن الجيش ترك الأسلحة من دون أن يستعملها أو يخبئها لتحصل عليها طالبان بسهولة تامة بدأنا نبحث عن أحد رجال طالبان لنسأله عن الأسلحة التي تركها الجيش والناتو خلفهم وصلنا إلى مطار حامد كرزاي بعد انسحاب القوات الأمريكية واختفاء الجيش الوطني دخل الطالبان فورا إلى المطار وبقي معطلا لبضعة أيام ولا يسمح لأي أحد بالدخول إليه المشهد من خارج المطار لم يتغير كثيرا على الناس السيارات العسكرية نفسها التي كانت تقف هنا الأسلحة نفسها عند هذه البوابة فقط الرجال تغيروا اليوم يقوم رجال طالبان بحراسة المطار وبالطبع فقد وضعوا رايتهم في كل مكان عند البوابة حاولنا التكلم مع رجال طالبان عن الأسلحة التي يزعمون أن الناتو تركها خلفه والتي كسبوها خلال الأيام الماضية أخذنا رجال طالبان إلى أحد قادتهم التقينا بأحد القياديين من طالبان فقد عرف عن نفسه بأنه الملا فدا محمد وهو عضو فيما اسمها الإمارة الإسلامية وكلمة الملا تعني بالعربية عالم الدين الملا فدا محمد يسأل أحد رجاله إذا ما كان يريد التحدث أمام الكاميرا ثم قرر هو التحدث إلينا مو موږ ویډیوګان کې ولې چې طالبان په غنیمت کې د ناتو مسلحین ولې امکان لري چې د دې غنیم په اړه خبرې وکړي مرسته درکنه زه هغه خو د نظامي مسؤولینو کار به موږ د وادي ملا په خاطر د وادي ملا په وړاندوینه دا درته وایم چې اسلحې نیول شوي دي الحمدلله ډېر غنایم مجاهدینو نیولې دي هغه مختلف نوع غنایم دي که دا اسلحې دي که نور شیان دي هغه په خپل ځای کې محفوظ دي نه تر سرحداتو هاخوا تاوشتې دي که څوک یو منفي تبلیغات کوي چې د افغانستان یو شوب نه یو ټانګ یا یو نوع اسلحه د افغانستان څخه خارج شوي دي هغه ټولو خلکو ته دا اطمینان وکړو چې هغه په خپلو دیپوګانو او په خپلو مسلین پر ولا دي هېچا ته د یوې طولې اجازه نشته چې له افغانستان ووځي هغه پر خپل ځای دي الحمدلله مجاهدینو ډېرې اسلحې نیولې دي مختلف نوع اسلحې يدعي الملا فدا محمد أن الطالبان حصلت على الأسلحة بالقوة ولم يتركها الناتو خلفه عند الانسحاب لكن الخوف أن تستخدم طالبان هذه الأسلحة لقمع الشعب الأفغاني أو أن تخوض فيها حربا ضد دول الجوار مش دا بيغان مرو طول هواد والو تنظامين تم داوايو ملكان تم داوايو Some equipment has also been destroyed, but I don't have the exact numbers for all the different allies because many allies operated in Afghanistan and each ally have had the responsibility for their own equipment. Some has been taken back and some has been destroyed. And some is of course still in Afghanistan. أكملنا جولتنا في كابول لنطلع على وضع السفارات الأجنبية شوارع المدينة مزدحمة رغم أن أفغانستان هي حديث الساعة إلا أن الناس هنا مشغولون في أعمالهم اليومية كل الناس تتحدث عن أفغانستان ما عدا الأفغان أنفسهم فلا أحد يجرؤ هنا على المقاومة أو انتقاد طالبان
في السوق أثارت الكاميرا فضول الناس، الكل ينظر إلى الكاميرا باستغراب، ربما لأن كل الصحفيين خرجوا من هنا ولم يبقى صحفيون أو كاميرات. هذا الشارع شاش درك. في شارع شاش درك خلف المقر الرئاسي تقع السفارة السعودية والسفارة الأمريكية. حراس من طالبان يغلقون الشارع ويمنعون أي أحد من الاقتراب. في الليل لا يبدو المشهد مختلفاً في المدينة الجديدة، فالشوارع تعج بالناس، حواجز لطالبان تنتشر في كل مكان، الفنادق وصالات الأفراح أغلقت بالكامل. في شارع شربور تقع السفارة التركية والسفارة المصرية، كلاهما مغلق أيضاً. عناصر من طالبان يحرسون المكان، لهذا لم نتوقف. هذا الشارع باسم شيربور، شيربور هنا البيت كان بيت لعبد الرشيد دوستم. نريد أن نعرف ماذا يفعل رجال طالبان أمام أبواب السفارات، لهذا التقينا مولوي أحمد عمر، مختار مسؤول في طالبان عن حماية السفارات والبعثات الأجنبية والمطار. في وقت لاحق أصبح الرجل نائب وزير المهاجرين واللاجئين في حكومة طالبان. دي بحرانية سفارتون باغماني سي من خبري وأكثر سفارتون دلتستا او ځینې دې راتک په حال کې دي مونږ غواړو چې نړۍ سره ښه روابط ولرو، نو کومه ستونزه نه ورسره لرو. دلته د دې تصدۍ تقریبا 40 شرکتونه دي خارجي. Mr. Speaker, our first duty is to the security of the United Kingdom. And if the new regime in Kabul wants international recognition and access to the billions of dollars currently frozen in overseas accounts, then we and our friends will hold them to their agreement to prevent Afghanistan from ever again becoming an incubator for terrorism. نو ورټول ته مونږ اطمینان ورکړل دغه جن محافظین ورولېګل او ځینې لارغن نه دي د راتک په حال کې د اکثره کمپنۍ والا سيدي هم دلته دی پاتې سوی دي تللی نه دي. نو مقصد مونږ غوې ته اطمینان ورکړی دا اطمینان ورکو محافظین هم دغه اوس لګیا یو په دا اوس. Je suis très préoccupé avec l'impact de ce qui s'est passé en Afghanistan partout où l'on combat le terrorisme d'une façon sérieuse. او دلته هغه دی امریکایي کمپنی او د چینایي نورې ترکیانو کمپنی دی او رسانې او د خدمات دلته وړاندې کی یو خو په خپل ډایرک نه راغلی خپل نمائندگان دلته راغلي دي اطمینان مور کړی څه ضرورت وي هغه ضرورت مور ته حل کړی. But some allies, and I think that is important, they have what I will call operational tactical contact with Taliban. But that is to ensure safe passage, to manage the situation outside the airport and so on. That is, we have to distinguish this kind of tactical operational contact with Taliban, which I think is needed, important, and diplomatic recognition. That's two different things. ينتشر عناصر طالبان بين الناس وفي الأسواق دوريات برشاشات ثقيلة، ربما هي أيضا من الأسلحة التي تركها الجيش الأفغاني وراءه. خلال 10 أيام فقط بعد استيلاء طالبان على البلاد اختفى الجيش المؤلف من 300,000 جندي بيوم واحد. شو منظور شنيس كدولات سقوط كات سقوط كدام دليل آيات كدام نظر داري؟ خل نه ده اي بارا كدام نظر خاص ندارم كه نميفهم كه چه قسم شد وغا اگه بود خودشان بين خودن جون اومده بودن دگه گپ موگا نميفهم كه چه بود. ما ماما روزه كه حادثه آمد ما در وظیفه بودیم، ما خود ما تمام در وظیفه حضور داشتیم كه خبر شدیم كه کاتوی سنگی اینجا طالبا آمده. باز اگر کسی كه میتونست اون جان خودم میکشید دگه ما روزا مقدر نفر نمانده بود در وظیفه كه ما بگیم کسی بود. یعنی ما بخصوص که اونوس بودیم وقتی خبر شدیم خودمو هم قطانستیم که به خانه خود خدا برسانیم. بس همین حادثه چطور بین ما که سرعت اتفاق افتید؟ خب چون یک روز پیش رئیس جمهور ما کشور ایلا کرده بود، امین نظامی هم هیچ کسی پشت خود نداشتن که پشتشان کس استاد باشه و از اون بتانه که دفاع کنه. ولی محکمه حکومت فوز طالبان رو پسید جگره و نکرده او تاسو دی خارون تا بغیر لجگری سمیده دا خو ما مخکیم تاسو ته ویلی سي یو علت دا اوسي بس په ټولو ساحو کې عمارت له دې بندیانو سره اسیرانو سره داسې چلند وکړ
چې ټول تنه متاثر رسول کې زخمیان په خپل وګو په شاکل امبولانسونه نه درلودل امارات دومره امکانات نه درلودل همدې په خاطر باندې په شا باندې کړل خو کلینیکونو ته ورسول غوی سره ډیر ترحم یو ک یوه ته حتی مونږ خپل دومره پیسې نه لرول بل چانه پیسې را خرج کړلې دوی ته کرای لپاره ورکړلې دوی مسؤل جوړ نه تبوت نو دې د دې عمل نه دوی متاثر رسول یتینو په نظام کې څومره نظامی کسانو غوی متاثر رسول سیار مونږ سره عمل کوي دوی څنګه عمل کوي نو وجه یو علت دا اوسی دوی مقاومتونه کوي او نور علتونه لري چې بل علت دا رسی اسلامي امارت دې ته پورا پورا چمتووالی درلود چې ته چا مقاومت کړی وي هغه به له منځه وړي ځکه په ځینو ساحو کې افغانستان په ځینو ساحو کې ډېر سخت مقاومتونه دښمنو ښودل خو بیا هم د اسلامي امارت پیاوړي وردو وکولی شو چې هغوی هغه مقاومت له منځه یوسي نو د دښمن خپل مورال له لاسه ورکړي نو ځکه روحیه له لاسه ورکړې وه نو ځکه ښارونو ته بېله جنګه داخل شول دغه څو علتونه یې درلودل. تقر طالبان بقتل عناصر الجيش الوطني والشرطة في الولايات الأخرى وذلك ما ساعدها على التقدم السريع في كابول. لقد قدرت أبحاث جامعة براون في العام 2019 الخسائر في الأرواح بين الجيش الوطني والشرطة في أفغانستان بأكثر من 64,100 منذ أكتوبر العام 2001 عندما بدأت الحرب. لم يكن للمدنيين حظ أفضل، فوفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان أودما فقد قتل أو جرح ما يقرب من 111,000 مدني منذ أن بدأت في تسجيل الخسائر في صفوف المدنيين بشكل منهجي في العام 2009. أعداد الضحايا لم يمنع طالبان يوماً من مواصلة القتال ونشر الخوف والموت في كل أنحاء البلاد، حتى أنها سيطرت على جزء كبير من البلاد قبل انسحاب الناتو. في 15 من أغسطس دخل الطالبان العاصمة كابول بعدما دب الخوف من الموت الذي نشرته الحركة في كل أنحاء البلاد على مدى عقود. يعتقد أن الطالبان جهزت نفسها لاقتحام العاصمة وهي تخوض المفاوضات لأكثر من عام مع الأمريكيين في الدوحة، وذلك يبدو جليا في انتشار جنود البدري 313 المنظم في كل مكان في كابول. جنود البدري هي من أفضل القوات الخاصة لحركة طالبان، مهامها العمليات العسكرية الخاصة ضد الحكومة الأفغانية السابقة، أما الآن فمهامها حفظ الأمن وهم يعملون أيضا على تنظيم السير. هنا الطالبان، التقينا من السيارة. أردنا تصوير جنود البدري من دون أن يلاحظون، ولكن اعتقدنا أن الكاميرا ستثير غضبه، لكنه كان قلقا لعدم وجود إعلان للحركة في الساحة. أكملنا سيرنا كما طلب الرجل منا، لكن من دون أن نطفئ الكاميرا. بالفعل كما قال لا يوجد بالساحة بعد إعلام طالبان. وصلنا إلى زميله زاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولي كابل لفارة دمني عمليات خاص قطاعتي جدا هواد لفارة دي آمن أو دي عمليات لفارة قمارة شبيه إن شاء الله تعالى دي خبل قران أو مسلوم در دي دي لأولاس دي بارة با تأخيص القيبوري خدمتك أو في دي وطنك با. بعدها عدنا إلى المكان نفسه، فالآن يسمح لنا في أن نعود. هنا كان ينتظرنا الجنود، جنود البدري الذين رأونا من قبل. مونږ دغه دی د کابل ولایت د چرای عبدالحق د خلکو د خدمت لپاره راوتلي یو، د خلکو خدمت دغلته کوو. الحمدلله خلک ډېر راضي دي مونږ نه، او مونږ به انشاءالله په آینده کې خلکو ته نور خدمتونه هم وړاندې کوو. او پیل حال د خلکو د خدمت لپاره راوتلي دي، دوی په خدمت کې ولاړ دي، نور ملګري هم شته دي، خلک ډېر خوشحاله دي مونږ نه. او کوم مخنی دولت چې و، مخنی حکومت چې و، د هغه نه خلک ډېر ناراضه دي، د هغه باندې خوښ نه وو خلک. مونږ ته خلک ډېر خوښي ښکاره کوي، او موږ نه په آینده کې هم انشاءالله د خوښۍ تمه باید ولري. موږ انشاءالله دوی ته په آینده کې هم. الغريب أن كل الجنود الذين التقينا بهم يقولون لنا الكلام نفسه وكأنهم تدربوا عليه من قبل أو تم الاتفاق عليه وتحضيره. ذهبنا إلى مركز الصرافة سراي شهزادة، وهو أهم مركز للصرافة السوداء للعملة في كل أفغانستان،
أغلب الأموال التي ترسل من الخارج سواء من الأقارب أو من التجار ترسل إلى هذا المكان، وبعدها يتم تبديلها بالعملة المحلية. التقينا بحاج داد جول رئيس اتحاد الصرافين. شلو رزونه را پدی حکم تحول سه افغانستان کې راغلی ده زموږ سره تړلی وو او نن شنبه شهزاده سره دوباره په فعالیت باندې شروع وکړه. نو د پخوا په څیر باندې به موږ خپل عادي کاروبار او ژوند ته ادامه ورکړو انشاءالله که رضا خدای وو. ستاسو په کاروبار کې ونده تغییر راغلی؟ نو دا مربوطیږي په راتلونکي پورې. راتلونکي به دا ثابت کړي چې زموږ په کاروبار کې څومره مثبت یا منفي تغییرات راځي، خو اوس له وختي داسې موږ د ایسا کې قضاوت لرو. لا يريد حاجي مغادرة أفغانستان أبدا، فقد تواصل الطالبان معه وأعطته تطمينات على نفسه وعلى عمله ولم تفرض عليه أي شروط كما قال. هذا الرجل في السوق من طالبان من لجنة الأمر بالمعروف يطلب من باعة الخضار تنظيم المكان. إجراءات صارمة تفرض على المدينة ومن يخالف تعليمات طالبان عقابه جاهز. هم يلاحقون أيضا الناس الذين يتشبهون بالأوروبيين سواء بشكل الشعر الطويل أو باللباس. بدأنا نبحث عن النساء المختفيات من الأسواق، كيف هن وكيف هي حياتهن الآن؟ التقينا بأرزو في منزلها، هي ربة منزل ولديها 6 أطفال. بالنسبة لديجاز زنا حالات جيتورس. زنا خواز فايشان إزدغا. بالنسبة لتو حالات يعني أو آلكاس جيتورس. حال فعلا ما در فکر همه سابقه هستیم که مثل هم سابق طالبان نباشه، سر ما فشار نبیاره، قید نباشیم، درسی های ما را چی نکنه ما درس بخوانیم، وظیفه. درباره دختره چی توقع داری در این در؟ درباره اولاده این که با سواد چه درس بخوانن. حال خیلی نکل بی سواد ماند که مکتبه تاسم شهر شد. دیگه تا 12 فعلا خوانده نمیتونن و نه هستن. آیا به ترک افغانستان فکر کردی؟ بله، به خاطر که چه سواد نیست چیز نیست، مجبور هستیم ما یک طرف بریم، کار نیست، غریبی نیست، ما مجبور هستیم ما را یک جایی ببره که نام خدا اولادا زیاد است، کارگر ما یک نفر است، کرای خانه بلند است، باید ما یک طرف بریم. از طالبات ترس داری؟ فعلا خود ترس داریم دیگه. از دوران سابق میفتیم امو واره باشه دیگه. فعلا باش که خدا خوب کنه که چی میشه. توجهنا الى جامعة كابول لنعرف مستقبل الدراسة بالنسبة للنساء. التقينا بالقرب من الجامعة بالسيدة نرجس هاشمي وهي طالبة من كلية الصيدلة. ما خير ازاتي ايش كاسي نيست. سابق ايش كاسي ميگم تو سابق رو بدل جامعة مادا نمیتان. خلق با ترس از با وحشت از اصلا نمادا نمیتان. بسیار از دوستای ماس که نمیال نمیان بخی تر کدن کانتنا را حال بخی جواب کدن میگم ما دیگه نمیتانم که بیاییم یا ادامه بدیم. ما خاطرم ترس و وحشت شان از که جان خود از ذات خود ترس دارن آماده نمیتانن. با خود ما تا بالا چند روز که شروع شدم با ترس آماده نمیتانستیم. روز ما تو بر آمدیم که برم ببینیم چی یک وضعیت است. اگر واقعیت درس است کسی میایم ما بیاییم اگر نیست خیلی دیگه ایچ نبریم بیتر است در خانه خود باشیم. اما ما طالبان تقاضا داریم که چون خود الله پاک مهربان خودش گفته که حقوق زن و مرد مساوی است و ما در صورت که ایجاب اسلامی خدای مراعات کنیم با ما باید اجازه بدن که ما تحصیل خود ادامه بدیم، چون که ما اینقدر زحمت کشتیم باید نتیجه شدن داشته باشیم. ما میتونم اگر کار مهم نیست با ما کار بتانیم، باید مرد زن با هم کار کنند تا که افغانستان جور سال متحد باشیم، افغانستان با هم جور کنیم. میتونم این شکل تنها مرد زن در افغانستان حقوق داشته باشه و زن نداشته باشه. لا أحد يعلم كيف سيكون الوضع بالنسبة للنساء بالضبط. أخبار وشائعات تملأ الشوارع لكن بصوت منخفض تماما لكي لا يثير ذلك حافظة طالبان. بله گفتن که بین بچه و دختر ها پرده ایجاد کردن که پرده کنم به نظر ما هیچ کدام لازم نیست، هیچ کدام معنام نداره. این پرده چی معنا داره؟ بچه و دختر با هم بیادر خواهر هستن در اکسان که درس میخوانن، کلشان به این معنا هستن که درس خدا بخوانن. بعدما تركنا نرجس تبعنا رجال من طالبان واعتدوا علينا بالضرب. لم يذكروا السبب لكن نظن أن كلامنا مع امرأة أثار غضبهم.
طلبوا منا مسح الفيديو فورا، لحسن الحظ أنهم لم يعرفوا كيف يستخرجون كارت الذاكرة من الكاميرا. أطفأنا الكاميرا فقط وظنوا أن كل شيء مسح عنها. في اليوم التالي أكملنا بحثنا عن نساء لنتكلم معهن، لكن بعيدا عن مركز المدينة لكي لا نتعرض للضرب مرة أخرى. على الطريق شاهدنا لاجئين يخيمون في حديقة شرنو في العاصمة كابول، كلهم أتى من المدن التي كانت تشهد حربا، مثلا من مدينة بيغلان وهيرات وقندهار ونورستان. هربوا إلى العاصمة كابول بسبب الحرب التي كانت دائرة في مدنهم بين طالبان والحكومة السابقة. هم ينتظرون المساعدة، لكن الحكومة السابقة لم تساعدهم، وأيضا طالبان لم تقدم لهم شيئا. يعيشون على صدقات الناس وعلى جمع القمامة. تقدر مفوضية الأمم المتحدة إجمالي أعداد المهاجرين داخليا بسبب العنف وانعدام الأمن بأكثر من 3.5 مليون شخص. بحثنا عن نساء كنا ناشطات في المجتمع لنعرف ماذا كنا سيفعلن بشأن هذه القرارات ضد النساء. وصلنا إلى الناشطة المدنية فريبة جسور التي تخرجت من جامعة كابول. حقيقة أنا تخرجت في الجامعة وحاليا عندي منحة كي أذهب إلى مصر وجامعة أزهر بعد ما جاء طالبان. حقيقة أنا يعني قلقة لأجل منحتي بس منتظرة كي ماذا يحدث. كنت نستمر في عملنا هذا، وكنا يعني نشيطات بين البنات والنساء. بعد ما جاء طالبان، عندما رئيسنا تكلم مع طالبان وفرقة طالبان ورؤسائهم، فهم قالوا أنتم تستطيعون أن تعملون وتستمرون في عملكم، لكن البنات والنساء ليس لهن سماح في هذه الأيام كي يبدأن بعملهن. بس حتى الآن نحن منتظرين، طبعا منتظرات لسماحتهم. حاليا أفكر أنني حياتي في هذه الأيام كحياة حجر، يعني أصبحت حجريا أعيش لكن ميتة. في هذه الأيام أنا بكيت بكثير، لأنني عندما أرى يعني إخوتي وأخواتي، عندما أرى شعب أفغانستان أنهن لأجل هروب من إخوته، يعني طالبان طبعا هم كلهم إخوتنا، هم شعب هذا الأفغانستان، لأجل هروب من هذه الشعب، من هذه الفرقة، هم يعني يريدنا أن يموتنا، يعني يريدون أن يموتوا لكن لا يعيشوا في أفغانستان. هذا يعني مؤلم جدا، فيه وجع كبير. يعني ماذا حدث أننا حصلنا في هذه يعني حصلنا في هذه الظروف، حصلنا هذه الظروف أننا يعني مضطرون كي نترك وطننا في أي حالة، في أي ظروف، لكن لا نعيش في هذا البلد. طبعا هناك يعني قرارات كما يقال أن النساء يكون يعني حرة كي يعملنا وأيضا يدرسنا، لكن كما أنا أفكر، كما أنا أظن، هناك تغييرات كبيرة تكون في حياة البنات، ولا يستطيعنا ولا يكون الناشطة مثل حكومة القبلية والماضية. طبعا حاليا النساء كلهن جالسات ومنتظرات ماذا يحدث، وهذا يعني على ما أظن سيء جدا، لأن النساء نصف البشرية ونصف المجتمع. لابد أيهم كلما يأتي في مجتمع تغيير لابد أن يكون النساء أيضا فيه، وهناك عمل النساء فيه دخيل، لكن كما نرى لا هناك ليس يكون ولا يكون. بس منتظرات ماذا يحدث. النساء حاليا كلهن قلقات لأجل مستقبلهن، وأنا أيضا طبعا أنا أيضا من النساء.
هل تخافين من طالبان؟ لا، لا أخاف منهم. لماذا؟ لأنهم هم إخوتي، وأنا قابلت معهم. أخاف من آرائهم، من الأمور والأحكام التي يضطرهم أي يتعاملوا معي بشكل غير الذي يناسبني، وإلا ممكن أن يكون أحد أقربائي من فرقة طالبان، وممكن أن يكون أحد أقربائك أنت من فرقة طالبان. هذا يعني كل شعب أفغانستان حاليا في هذه الظروف عادي أنهم لا يخافون من طالبان، بس نحن لو نخاف من طالبان فالخوف من آرائه، من تلك أحكام التي يأمر عليهم كي يعملوا كجيش. بدأ رجال الشرطة يعودون إلى الشوارع وبزيهم الرسمي الصدق الذي كانوا يرتدونه أيام الحكومة السابقة، يزاولون أعمالهم بعد أن سمحت لهم طالبان بالعمل، يتهامسون بين بعضهم البعض كيف ستدفع لهم طالبان رواتبهم من خزينة فارغة، لكن لا يريد أحد منهم رفع صوته أو الحديث معنا أمام الكاميرا. بوليس ومع أفراد حركة طالبان في تنظيم المدينة والسيارات. هل تتمكن طالبان بالفعل من إقناع كل عناصر الشرطة والجيش بالعودة للعمل معها وتبني دولة بخزينة فارغة؟ أم أن التنظيمات الجهادية الأخرى ستجمع لها التبرعات اللازمة لكي تبني دولتها التي حاربت لأجلها لعدة عقود؟ لكن السؤال الأهم أيضا، كيف سيكون مصير الشعب الأفغاني الذي عانى لعقود من حروب وممارسات طالبان؟